التحية بحضراتكم مرة تانية، وبرحب بضيفي واحد من نجوم الأهل السابقين، كمان مدير فني كفء جدا، يعني تولى فريق شباب النادي الأهلي السنة اللي فاتت تمارين 97 وحقق معاهم بطولة الجمهورية، والسنة دي برضو نفس المهمة بفريق شباب النادي الأهلي، ولكن مواليد 99، وما شاء الله بداية قوية واكتساح كمان على نادي الزمالك في 100 عقبة 3-0، والنهاردة مفيش من ساعتين فوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1. برحب بضيفي كابتن عمرو انور. ازيك كابتن عمرو؟ الحمد لله. ازيك يا اسامه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. طالع انت من مباراه مدينه نصر على العين على طول؟ انت شايف ما لحقتش والله، انت عارف عشان السكك وكده ما لحقناش نروح. قول لنا بقى المباراه اللي ما فيش من ساعتين كنت لعبته الاتحاد السكندري. كانت دي الجوله الثالثه، المباراه الثالثه لينا في الدوري. الحمد لله يعني ربنا وفقنا، قدرنا ان احنا نفوز بنتيجه اللقاء 2-1. يمكن حتى سر المباراه يعني الحمد لله احنا عملنا شوط اول قوي جدا وعلى اعلى مستوى، قدرنا ان احنا نحرز هدفين. الشوط الثاني يعني اللعيبه يعني ارتاحت شويه لنتيجه المباراه، الريتم هدي شويه، اتحسب علينا ضرب الجزاء هي دي اللي دخلت الاتحاد شويه في المباراه، ولكن يعني الحمد لله استطعنا ان احنا حصل برضو يعني النهارده كان 3 تغييرات تقريبا اجباري، اصابات 3 اصابات يعني حصلوا اثناء المباراه، فعملنا 3 تغييرات اجباري. يعني في المجمل نقدر نقول الهدف الرئيسي من لا مش راضي، يعني شوف انا اقول لك راضي بنسبه 50%، يعني راضي على الشوط الاول بنسبه 100%، مش راضي تماما عن الشوط الثاني، بس بلتمس شويه عذر للعيبه علشان ال3 اصابات اللي حصلت. كان في برضه سنه اجهاد شويه، الملعب بتاعنا النجيله بتاعته عاليه شويه فمسببه برضه اجهاد شويه للعيبه، انما لما تيجي تحسب المجمل انت نمره واحد انت عايز ال3 نقط، وخصوصا في بدايه المسابقه عايز تجمع اكبر عدد من النقط، فالهدف الرئيسي من المباراه اتحقق النهارده. ممكن يكون بعد نتيجه الزمالك بتلعب قدام نادي الزمالك في 100 عقبه بتكسبه بنتيجه كبيره، الناس كلها بتبدا تتكلم، فبيوصل للاعب سنه راحه شويه، فممكن يكون النهارده يعني اللعيبه انت ممكن ما تكونش راضي عنها، لكن انت طلعت بالنتيجه اللي انت كنت عايزها من اللقاء يعني. بالظبط، بس انا خلي بالك بقى من بعد ماتش الزمالك ما خلص لحد النهارده في المحاضره بتاعت الماتش وانا بتكلم في النقطه اللي انت بتتكلم فيها دي، ان ده مباراه وانتهت، هي مباراه ب3 نقط في الاخر، النهارده مباراه الاتحاد ب3 نقط، يعني انا ما كسبت الزمالك ما خدناش 6 نقط ولا 7 نقط، لا خدنا 3 نقط، والنهارده احنا محتاجين ال3 نقط، لان احنا يعني مش عايز اقول حصل تعثر في اول مباراه، احنا كنا كسبانين لحد دقيقه 90. شفت انا اللقاء بتاع سموحه اللي انتهى 1-1، يعني احنا كنا كسبانين يعني كنا كسبانين لحد الدقيقه 90 1-0، وحصل يعني غفله، حصل سنه توهان سرحان دخل فينا جون ملوش اي لازمه، ضيع مننا نقطتين. النهارده احنا مش اول الدوري، يعني احنا النهارده على الرغم ان انت كسبت الزمالك وكسبت الاتحاد بس انت مش اول الدوري، دي حاجه ما ترضيش طموحي انا كمدرب ولا طموح النادي. واحنا متعودين في النادي على المراكز الاولى، بس المركز الثاني بالنسبه لنا ما هوش مركز اولى، طبعا ما حاش البطوله بالظبط. فانا كنت قلقان من الحته اللي انت بتتكلم فيها دي، ان اللعيبه تريح، اللعيبه عملت ماتش كبير جدا جدا قدام نادي الزمالك، نتيجه كبيره يعني 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 حتى احنا واحنا رايحين بنلعب على المكسب، بس ما حدش كان متوقع ان احنا هنكسب 3. ويمكن حتى انا عايز اقول لك يعني احنا على الرغم من ال3 اهداف اللي احنا احرزناهم، احنا ضيعنا قصادهم ممكن 3 اهداف تانيين، كان ممكن النتيجه تطلع اكبر من كده. بس يحسب للعيبه انها يعني كانت على قدر المسؤوليه، انا هو ده بقى اللي مزعلني النهارده من اللعيبه الشوط الثاني مش المباراه. ان اللعيبه كانت على قدر المسؤوليه، مع احترامي الكامل والشديد لنادي الاتحاد، نادي الزمالك اقوى من نادي الاتحاد. لما تكون بتلعب نادي الزمالك على ملعبه، على ملعب نجيل صناعي ما هوش ملعب، بس التركيز كان 100% بالظبط. التركيز، الروح، الالتزام، الانضباط، ده كان موجود الشوط الاول النهارده، يعني احنا الشوط الاول النهارده عاملين مباراه، لو المباراه دي كانت مسجله او تتذاع انت هتتفرج على فرقه تحس انك بتتفرج على فريق كبير بيلعب كوره، بيلعب كوره ممتعه وبتوصل للجون من الاجناب ومن العمق زي ما انت عايز، بتعمل كل اللي انت عايزه النهارده في الكوره. فالنهارده انا ده اللي زعلني من اللعيبه، ان انت لو ما عندكش هيبقى الريتم بتاعك الشوط الثاني زي الشوط الاول، لكن هم عندهم الافضل. انت شفته وكان عندك شفته في ماتش الزمالك على مدار 90 دقيقه، وشفته النهارده على مدار 45 دقيقه. هنتكلم في القصه دي، انا هتكلم عن مباراه الزمالك. عايز اخدك لنقطه بقى مهمه جدا خاصه في السن ده، انت حضرتك قلت لي من بعد مباراه الزمالك
اسبوع بتتكلم واعداد نفسي. هل دلوقتي مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والتطور اللي بيحصل هل بيأثر على الشباب برضو الصغيرين دول؟ اكيد اكيد ده بيأثر على حد. لو بيأثر على الكبار يبقى مش هيأثر على الصغيرين. عشان كده انا بقول لك الاسبوع اللي فات كله احنا شغالين يعني نفسي اكتر، يعني مش عايز اقول اكتر بس بجانب الشغل البدني والشغل الفني شغال نفسي كويس. انت عايز توصلهم ان فوزك على الزمالك ده مش نهايه المطاف، ده مش نهايه الدنيا، انت ما خدتش الدوري. انت يعني انا حتى كلامي معاهم زي ما بتكلم معاك بقول لهم احنا لحد دلوقتي احنا مش اول الدوري، ثلاثة بونط لا وفي الاول وفي احنا مش اول الدوري. يعني احنا يعني انا بالنسبه لي احنا لسه ما عملناش حاجه. يعني طول ما انت مش اول الدوري انت ما عملتش حاجه. طول ما انت يعني انت اللي بتحارب وانت اللي بتكافح عشان تحصل الـ اول الدوري يبقى انت لسه ما عملتش حاجه. فحتى انا النهارده ما بين الشوطين كانت يعني الكلمه المهمه جدا اللي انا قلتها لهم، قلت لهم يا جماعه اخطر نتيجه في مباراه الكوره هي نتيجه 2-0. ليه؟ انت هتريح، هتحس ان المباراه انتهت، هتحس ان وخصوصا لما تكون عامل شوط عالي جدا فنيا. وسبحان الله اللي انا قلته يعني او اللي انا كنت خايف منه حصل، هتسجل هدف الدنيا في اول خمس دقائق. عارف لو مع الوقت، لو مع مرور الوقت كنت هتوصل وكنت هتحاول ان انت ممكن تجيب جون ثالث وممكن تجيب جون رابع. لان انا يعني المباراه بالنسبه لي مباراه الشوط الاول مباراه من جانب واحد. انت فاهم قصدي؟ اللي انا كنت خايف منه حصل، وحصل بدري، حصل بعد خمس دقائق. يعني ضربه جزاء فيها، هي ضربه جزاء ما اقدرش اقول انها مش ضربه جزاء، مش رعونه، فيها عدم تركيز، فيها اللي هو ايه تحور. استسهال للمباراه. المباراه خلصت. ده درس كويس خاصه ان لعيب الكوره يعني دايما بمر بمراحل، دايما بمر بدروس، فدي كلها خبرات بيكتسبها اللاعب. عايز اخدك لنقطه ثانيه، السنه اللي فاتت انت واجهتها وانت كنت متولي فريق الشباب، كان قوام فريق شباب النادي الاهلي العدد مش كبير، انت النهارده كنت بتتكلم في حوالي 9 أو 10 من فريق 97 وكان بيتم عمليه التصعيد. 12 السنه اللي فاتت. الله يطلعوا اعارات في يناير قبل انا ما امسك الفرقه. هل السنه دي برضو نفس المشكله دي بتواجه الكابتن عمرو انور برضو العدد وعمليه التصعيد والكلام ده؟ عندي نفس المشكله. احنا العدد بتاعنا عندنا مش كبير، يعني انا اللي موجود معايا في الملعب 21 لعيب. من غير الحراس، يعني قول بالحراس لان انا عندي احمد طارق مواليد 2000 ومصطفى شوبير لا مع الفريق الاول. فبالحراس انا عندي 23 لعيب. فيهم خلي بالك فيهم 4 لعيبه مواليد 2000. يعني فيهم 4 لعيبه متصاعدين من ال 2000. فانت النهارده بتتكلم على قوام الفرقه حوالي 17 لعيب. 17 عندي نفس المشكله. انما بنحاول ان احنا نوظف لعيبه في اكتر من مركز، بنحاول ان احنا يعني ندور على اللعيبه اللي هي الجوكر اللي انت تقدر تعتمد عليه في اكتر مكان. اللعيب الجوكر انت عارف بيزود على الورق يعني. مباراه السوق النادي الاهلي بيفوز وبيتوج باداء وبنتيجه، بعديها مباراه الاهلي والزمالك لكن الشباب وفي 100 عقبه، اكيد دي هتاثر على دي. كابتن عمرو انور في المحاضره اكيد في كلمات كتير هيقولها للعيبه وهيربط المباراه دي بالمباراه دي والدوافع هنا وهنا. ابرز الكلمات اللي كان كابتن عمرو انور وجهها بقى للعيبه والتحضير الذهني والتحضير النفسي، وخاصه كمان مباراه مش ملعب محايد، كان قبل كده بتلعب في ملعب السويس في محافظه ثانيه. لا ده انت بتلعب في 100 عقبه، الزمالك هيجي لك الدور الثاني في ملعبك في مدينه نصر وعلى ملعب نجيل صناعه. ما هوش برضو نجيل طبيعي، ما انتش متعود عليه. يعني احنا حتى طول الاسبوع بنتمرن على ملعب نجيل طبيعي عادي. لا انا كان اهم حاجه بالنسبه لي واهم حاجه وصلت للعيب كان حته الانضباط والالتزام داخل الملعب، وحته ان انت لازم تكون ملتزم وعلى درجه عاليه جدا جدا من التركيز على مدار ال 90 دقيقه، وخصوصا ال 10 دقائق او ال 15 دقيقه الاولى، لان انا كنت متوقع ان فرقه الزمالك هتنزل ضغط، هتعمل عليك ضغط، هتعمل عليك هجوم حتى عن طريق الكور الطوليه اللي هي تتحط عندك في ظهر خط الظهر او في ال 18 بتاع الفريق بتاعك. انا كنت متوقع ده وده اللي حصل. بعد ما عدت اول ربع ساعه او بعد يعني تقريبا حوالي 12 13 دقيقه انت امتلكت زمام المباراه. يعني احنا حتى قبل ما نجيب الجون بتاعنا الاول، احنا الشوط الاول طلع 1-0، قبل ما نجيب الجون ضيعنا جونين ما يضيعوش. يعني الشوط الاول خلص 1-0. خلص 1-0 ومضيعين جونين، يعني فرصتين مش يعني ما اقدرش اقول عليهم فرص، انا بقول عليهم اجوال. بالظبط بالظبط. ومع ذلك كان ما بين الشوطين نفس الكلام، المباراه ما انتهتش، احنا لسه بنلعب بره ملعبنا، ما تضمنش الظروف هتمشي ازاي، لازم التركيز يبقى اكتر،
لازم الانضباط التكتيكي في الملعب يبقى اكتر. الاربعه بتوع خط النص صراحه يعني عملوا مباراه على اعلى مستوى. ما تشوف يا شادي كده هتلاقي الهدف الثاني بتاع النادي الاهلي في مرمى الزمالك هتلاقيه موجود عندكم لو تقدروا تعرضوه برضو. والكابتن عمرو انور بيتكلم، هتلاقي بقول لك الاربعه بتوع خط الظهر يعني احنا حتى ما غيرناش طريقه اللعب واحنا كسبانين. الاربعه بتوع خط الظهر مع الاربعه بتوع خط الوسط كانوا عاملين جيم على اعلى مستوى تكتيكيا. الاربعه حتى بتوع خط النص كانوا عاملين زي ستاره دفاعيه، الكوره ما كانتش بتوصل تقريبا يعني. انا على مدار ال 90 دقيقه مصطفى شوبير ما شالش هدف محقق. في هجوم، في ضغط، في لعب، انما ما فيش فرصة محققة. هو ده بقى اللعيبة مقدرة أهمية المباراة بالزبط. ملتزمة في بالزبط. تركيز مليون في المية بالزبط. عشان كده هتلاقي في التزام جوه الملعب بالظبط. وحتة بقى الاستحواذ اللي احنا شغالين عليها من أول الموسم، من بداية فترة الإعداد عملناها كويس جدا في نص الملعب. الاهتمام بال يعني كان برضو من النقط اللي أنا يعني ركزت عليها خلال التمرين في الأسبوع وخلال المحاضرة بتاعتي. الكور الثابتة اللي ليك واللي عليك. الكور الثابته طبعا ده اللي ظهرت في الهدف الثاني بالظبط يعني. انت لو تلاحظ انت حتى الهدف الاول مش موجود عندك. في اصرار من اللعيبه يعني الهدف الاول ده كان كورنر علينا واتعمل الكاونتر اتاك بسرعه جدا من نص يعني من ال 18 بتاعنا، وصلنا لل 18 بتاع الزمالك في نقلتين. وكره خلاص داخله جون تخبط في العارضه وترجع، يقوم فخري داخل متزحلق. يعني تحس اللعيبه كان عندها اصرار، عندها روح عاليه جدا. الجون الثاني انت لو شفته او لو جبتوه دلوقتي هيجيبوه معانا. الجون بيطلع كوره وبعدين بتتحط بتيجي في العارضه وبتنزل، كل ده بيكمل. كل ده احنا اللي بنكمل يعني. انت بتحط الكوره الحارس بيشيلها، بتنزل للعيب من عندنا عادل يحطها تخبط في العارضه تنزل يكملها تاني في الجون. يوري لك مدى الروح العاليه ومدى الالتزام بتاع اللعيبه ومدى الاصرار على المكسب. انت عارف ان في احيان كتيره جدا لما بيكون مباراه كبيره خصوصا مباراه الاهلي والزمالك لما فرقه بتجيب جون تحس ان هي خلاص بقى هتتقوقع في نص ملعبها وعايزه تحافظ على المكسب ومش عايزه يجي فيها جون، وهو الكلام اللي انت فاهمه ده. لا، اللي حصل غير كده خالص. اللي حصل ان احنا لعبنا 50-50 يعني، واحنا معناش الكوره كنا بندافع كويس جدا، كنا مضايقين مساحات، كنا بنضغط، مفيش فرص يعني بشكل واضح جت علينا. في نفس الوقت وانت معاك الكوره بتهاجم وبتوصل وبتضيع، وفي الحمد لله يعني احنا برضو التوقيتات بتاعت الاهداف بتاعتنا ساعدتك. كانت يعني كانت في توقيتات يعني تقتل طموح الفريق المنافس. الجهاز الفني بقى مين شغال مع كابتن عمرو؟ انا معايا دلوقتي كابتن ياسر رجب، وده كان موجود معايا من الموسم اللي فات. هو دلوقتي المدرب العام. معايا مدرب مساعد احمد عبد الظاهر. معايا كابتن ايهاب محمد حراس مرمى، مدرب حراس مرمى. معايا الدكتور احمد ابو عبله، دكتور محمد حسن الاحمال. معايا كابتن محمد السيد للعلاج الطبيعي. معايا طبعا احمد عبد الله عيد الاداري. حاجه برضو حاجه ما شاء الله. تحس ان يعني جهاز فريق اول يعني متكامل. لا كان يعني زمان أنا تلاقي مدير فني ومدرب ان شاء الله، مدير فني ومدرب عام ومدرب مساعد واحمال وعلاج طبيعي. دي حقيقة. وانا الحمد لله يعني بعتبر نفسي محظوظ. الجهاز اللي معايا فعلا متعاون معايا بشكل كبير جدا، كلهم على قدر كبير جدا من الكفاءه. مسهلين عليا بشكل كبير جدا يعني. انا بنسبه 90% انا مركز في الشغل الفني بس. يعني ياسر طبعا 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 يعني الدكتور محمد حسن طبعا واخد الجزء البدني ده شايله من عليا تماما. ياسر واحمد عبد الظاهر الشغل اللي هو لما بنيجي نعمل حاجات تخصص، احمد بياخد المدافعين وياسر شويه مع المدافعين، شويه انا مع نص الملعب، شويه احمد مع المهاجمين. يعني لا انا يعني الحمد لله حظي كويس في الجهاز، والناس فعلا على قدر كبير جدا من الكفاءه ومسهلين عليا دايما. يعني في شغل تخصصك يا كابتن عمرو يعني طبعًا. دايما حريص ان طبعًا. كل مدرب ياخد الخط مثلا الدفاعي او الهجومي او خط الوسط، ويبقى في شغل تخصصي خطوط وفردي. احيانا بيبقى كده، واحيانا بنشتغل على مواقف المباراه. يعني بنشوف يعني احنا مثلا الاسبوعين اللي فاتوا شفنا ايه اللي حصل معانا في يعني ايه الاخطاء اللي كانت في مباراه سموحه. اشتغلنا عليها قبل مباراه الزمالك مواقف. يعني اشتغلنا عليها مواقف، وفي ايام بنشتغل عليها زي ما انت بتقول خطوط. عشان يبقى برضو الذهن صافي، وعلشان بالظبط كده يبقى الذهن صافي وانت بتحفظ اللعيب مفيش ضغط. وفي اوقات كتيره جدا وده اللي انا بحبذه
يعني ده اللي انا بحبه وبحب اشتغل عليه كتير، الموقف بتاع الماتش اللي هو انت ازاي هتحط الاربعه قدامهم الاثنين الديفندرين، شغل الجناب بتاعك هيبقى ازاي، يعني ده انا بفضله اكتر. ولكن في اوقات كتيره جدا بتبقى محتاج شغل تخصصي، بتبقى محتاج المدافعين لوحدهم، محتاج حتى انت المهاجمين. انا في اوقات كتيره جدا يا اسامه بشتغل مع المهاجمين من غير حارس مرمى، يعني بشتغل معاه لوحده، تديله ازاي احساسه بالمكان، لما ازاي اتعامل مع الكوره وهي جايه بالعرض وهي جايه مواجهه. ما بقاش محتاج حارس مرمى، انا محتاج ان انت تبقى حاسس بمكانك، تبقى عارف لما هتجيلك من هنا هتعملها ازاي، لما تيجي من هنا هتعملها ازاي. مهم يا كابتن عمرو وانت متوالي الفريق يكون دايما في تواصل مع الفريق الاول، علشان برضو يبقى نفس توحيد طريقه اللعب ونفس الاسلوب، ولا بتفضل ممكن الفريق الاول بيلعب بطريقه، قطاع الناشئين بيلعب باسلوب او طريقه ثانيه، ولا بتحب انت دايما يبقى فيه التواصل والربط؟ علشان النهارده اللعيب ممكن بيحفظ مثلا طريقه، انت بتحفظه طريقه، وبتفضل انه يحفظ برضه اسلوب الفريق الاول، عشان لو في لاعب عندك تم الاستعانه بيه بتعرف الشكل، طريقه 4 3 3 4 2 3 1 ودوره ووظيفته داخل الطريقه او الخطه اللي بيلعبوا بيها. يعني بص انا على تواصل على طول دايما مع كابتن سيد عبد الحفيظ. طب كويس ان في تواصل، يعني ده حتى من بدايه الشغل بتاعي من السنه اللي فاتت. يعني التواصل ده موجود من السنه اللي فاتت؟ على طول على طول في لغه حوار، يعني بالظبط التليفونات شغاله على طول، وفي يوم في الاسبوع انا بروح له النادي بقعد معاه وبقول له على يعني بحطه في الصوره معايا في كل حاجه. كويس. الجهاز الفني بتاع الفريق الاول لسه جديد، لسه هو بيشوف الناس اللي موجوده عنده، الضغط بتاع المباريات، التقارب بتاع الايام بتاع المباريات، يعني انت النهارده بتلعب كل يومين وكل ثلاث ايام مباريات، مفيش مجال ان انت تجتمع مع الجهاز الفني دلوقتي. ولكن انا على تواصل على طول مع كابتن سيد ومع كابتن سامي. يعني حتى انا امبارح كان، يعني ممكن بتديهم تقارير مثلا، عندي لعيب مميز، في واحد شغال كويس، انا بقول لك لما بيجي فتره توقف ممكن تستعين بكذا، خدوه شوفوه في مباراه تجريبيه. حصل في بدايه تولي مستر فايلر، كان محتاج بعض اللعيبه ان هم يكملوا معاه التمرين، وكان هو حتى في وقت من الاوقات كان عامل مباراه وديه مع المنيا ولغاها عشان يعمل تقسيمه، فطلب من عندي اربع لعيبه بعتهم له شافهم، ويمكن حتى بعديها بيومين هو طلب اثنين لعيبه بالاسم بعد ما شافهم. كويس. فحته التواصل لا دي موجوده على طول، دي ما فيهاش اي مشكله خالص يعني. كويس. السنه اللي فاتت كنت موجود في دوري الشباب الجمهوريه مع النادي الاهلي، واكيد يعني عشت تجربه كبيره السنه اللي فاتت، وملاعب ورحت يعني ملاعب خارج النادي الاهلي وملاعب في النادي الاهلي. ابرز المشاكل بقى اللي شافها الكابتن عمرو من السنه اللي فاتت ممكن تكون موجوده السنه دي، ويتمنى ان ما تبقاش موجوده، عشان يبقى عندنا دوري يعني شباب يبقى قوي. ان انا شايف ان لو عندنا دوري شباب قوي هيفرز اكتر للفرق، يعني كل نادي الفريق الاول بتاعه لو عندك دوري قوي. ايه المشاكل اللي انت واجهتها السنه اللي فاتت تتمنى ما تبقاش موجوده السنه دي؟ شوف هما حاجتين وانا هفضل اتكلم فيهم لحد. نمره واحد الملاعب. في ملاعب بره انت بتلعب في ملاعب مستواها سيء جدا جدا. مش هقدر اقول طبعا الملاعب دي ايه او اسامي الانديه دي ايه، دي حاجه من الحاجات. الحاجة التانية طبعا المشكلة اللي انت عارفها وانا عارفها والناس كلها عارفينها، موضوع التسنين. انت يعني بتواجه حاجات وبتواجه مشاكل. بس هل التسنين في السن ده يعني 20 سنة هل بيأثر برضو؟ طبعا. ولا طبعا طبعا يعني. بص مفيش حاجة اسمها انت بتلعب في سنك وفي حد اكبر منك بثلاث اربع سنين عنده خبرات تانية، لا وافكار تانية. طبعا سيبك من الخبرات، الافكار. يعني انا في حاجات بتتعمل قدامي في المباراه واحد 25 سنه ما يعملهاش لعيب درجه اولى. انا بكلمك بمنتهى الصراحه، الموضوع مش موضوع قوه. بص في حته القوه والسرعه هتلاقي خلاص مفيش معاك، انما انت النهارده بتتكلم في اجسام، بتتكلم في تكوين عضلي، بتتكلم في تكوين ذهني، بتتكلم في فكر في الملعب. لا ده ياثر، يعني ما حدش يقول المفروض لعيب 20 سنه ده يلعب فريق اول. لا يلعب فريق اول انا ما عنديش مشكله، بس لما اكون انا لعيب صغير بلعب ضد لعيبه كبار وانا معايا لعيبه كبار، غير لما اكون انا لعيب صغير واللي حواليا كلهم صغيرين وبلعب قصاد لعيبه كبار. بالظبط. فما حدش يقول اللعيب في السن ده او في درجه الشباب لما يلعب قصاد لعيبه مسننين لا ده مش هيفرق في السن ده، لا هيفرق. في مقوله بتقال ممكن يأثر في سن 14 سنة 15 16 لسه عملية اكتمال القوة والسرعة، ده دي مقولة؟ لا مش مقولة، هي صح
هي في السن الصغير بتأثر بشكل أكبر بكتير. انما انت النهارده انا ما اتكلمت دلوقتي ما اتكلمتش في القوه، ما اتكلمتش في السرعه، في الفكر. انا اتكلمت في الفكر، ازاي تقف، ازاي تغطي، ازاي انت نفسك تبقى وانت بتلعب ما انتش مضغوط، ما انتش قلقان. لا، ما هو ده اللي عنده 19 سنه مش زي اللي عنده 24 و25 سنه. وهي الفكره مش فكره ايه الخبرات وايه مش ايه الخبرات، لا، هي فكره ان انا كبير بلعب مع حد اصغر مني بثلاث اربع سنين، انا هبقى اعلى منه. دي ما فيهاش نقاش. ما الناس كلها واخده، عارف، بتتكلم في نقطه ايه، في نقطه القوه والسرعه. القوه والسرعه مع ال 20 سنه زي ال 20 زي ال 22 زي ال 23، انت فاهم قصدي؟ انما الفكر مختلف تماما. ال- 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 الهدوء في الملعب مختلف تماما، الوقفه في الملعب، التمركز مختلف تماما. ده يعني انا بشوف حاجات دي مش بتاعت واحد، مش بتاعت لعيبه 19 سنه و18 سنه. طب احنا بنشوف في دوري الهاندبول ما شاء الله، والهاندبول عاملين طفره رائعه، يعني منتخب الناشئين بياخد كاس عالم، منتخب الشباب بيوصل للمباراه النهائيه او برونزيه كاس العالم، نفس الكلام في الطايره، في الالعاب العاب الصالات. ممكن في يوم من الايام نشوف يبقى دوري الشباب دوري مرتبط مش بنتائجه بالفريق الاول، يعني ما بقاش بالنتائج، لكن على الاقل يبقى في الملاعب اللي تقام عليها الملاعب الدوري الممتاز. انا وانا عشان بلعب، عشان النقطه اللي انت بتتكلم عنها حته الملاعب، انا وانا بلعب في النادي الاهلي 18 مسابقه 18 سنه كانت معموله بالشكل اللي انت بتقوله ده، كان نفس الجدول قبل الفريق الاول بالظبط. كانوا عايزين يعملوا منتخب شباب قوي، عملوا المسابقه زي ما انت بتقول كده. الجدول بتاعنا زي الجدول بتاع الدرجه الاولى. الدرجه الاولى بتلعب اهلي وزمالك الساعه 3 في استاد القاهره، بتلاقي فريق 18 سنه الساعه 1 في استاد القاهره بتلعب قبل المباراه بتاع الفريق الكبير. فانا اتمنى الفكره دي تبقى. لعبنا الدور الاول كله كده. اللخبطه اللي حصلت في الدور الثاني ان الفريق الاول بيلعب في افريقيا، بيلعب في كاس، فالجداول اتلخبطت. انما انت دور كامل لعبته في الملاعب الكبيره اللي بيلعب فيها الفريق الاول قبل الفريق الاول، تحت ضغط الجمهور. لان انت احنا انا بكلمك مثلا الكلام ده كان سنه تقريبا 85 او 86. انت متخيل الفرق كانت عامله ازاي، والمستويات في الدوري الممتاز الكبير كانت عامله ازاي، والناس كانت بتروح الملاعب كانت بتبقى مليانه بالظبط. يعني انا فاكر كويس جدا ماتشنا مع الزمالك اللي هو بتاع الدور الاول، احنا لعبناه في استاد القاهره تقريبا، انت بتتكلم في حوالي الماتش كان الساعه 1 والفريق الاول كان الساعه 3، انت بتتكلم ان احنا الماتش لما بدا الساعه 1 كان في حوالي 20,000، انت بتنهي الماتش فيه 70-80 ألف. خلاص انت اتعودت كمان وانت ناشئ صغير بتلعب تحت ضغط والجماهير خلاص حفظت اللعيبه واللعيب اللي هيبقى في الفريق الاول. انت ده شفته حتى عشناه بالظبط. انت الناس كانت بتيجي عندنا في النادي بتتفرج على فرق الشباب وعلى فرق لا انا عشتها واحنا بنلعب بقى في ملعب مختار التتش كان. ايوه، ما انا قصدي كده على الفريق الاول ومدير الفني، بس احنا سهلناها السنه اللي فاتت، يعني حته نقل المباريات على شاشه قناه النادي الاهلي هنا سهلت الدنيا بشكل كبير، وفتحنا مساحه مش كمان الفريق الاول للجماهير كمان بالظبط تبدا تطمن. كان رايك ايه فيها الفكره دي، خاصه ان احنا السنه اللي فاتت زعنا مباريات كتير لفريق 97 السنه اللي فاتت. لا فكره هايله، بتعرف الجمهور النادي الاهلي اللي ما بيقدرش يحضر مباريات على اللعيبه اللي موجوده، بيعرف اللعيبه الصغيره اللي ممكن تبقى موجوده. حتى النهارده لو الفريق الاول او الجهاز الفني بتاع الفريق الاول مش قادر انه يجي يتابع المباريات من الملعب، يقدر انه يتفرج عليها على القناه. لا طبعا، حاجه جهد مبذول كبير جدا، وحاجه تخدمنا احنا في شغلنا. يعني بدل انا النهارده ما اكلم الناس على لعيب هم ما يعرفوهوش، لا اقول لهم اتفرجوا على مثلا ماتش سموح، اتفرجوا النهارده على ماتش الاتحاد، في ماتش اهلي وزمالك اتفرجوا عليه كده. طبعا طيب. يعني فلا انا طبعا ده مجهود تشكر عليه القناه طبعا، يعني احييكم عليه. كابتن عمرو، يعني عايزك بقى تطمن بقى كل جمهور النادي الاهلي على المواهب اللي موجوده داخل فريق 99. وانا بس قبل ما اتكلم في الحته دي، انا بشكر كابتن محمود الخطيب، لانه بعد مباراه الزمالك انا يعني اتفاجئت ان هو كلمني شخصيا وهناني على المباراه وطلب مني ان انا اوصل التهنئه بتاعته للعيبه، وعمل للعيبه مكافاه اجاده بره اللائحه بتاعت مكافئات الفوز. كويس. فدي حاجه يعني توري لك وتوري الناس الاهتمام بتاع مجلس الاداره ورئيس النادي بكل حاجه بتحصل في النادي. وان انت النهارده لما بتعمل حاجه كويسه الناس كلها بتشوفها والناس كلها بتقدرها والناس كلها، وده اللي انا نقلته للعيبه. يعني ده اللي انا قلت لهم يعني لما رئيس النادي بنفسه يتكلم ويهني ويعمل مكافاه خاصه، يبقى انتوا يا جماعه متشافين، يبقى انتوا متابعين،
مش ان انتوا مهملين ومفيش حد حاسس بيكوا ولا حد شايفكوا ولا الكلام ده، بالعكس. فدي طبعا لفته طيبه جدا، وحاجه مش جديده. انت عارف طبعا السنه اللي فاتت كان متواجد معاكم على طول وبيجي وبيحضر ساعات، يعني كل ما بي يعني ما بيبقى عنده وقت بيجي وبيقعد مع اللعيبه وبيتكلم مع اللعيبه، ودي فرقت مع اللعيب. اللعيبه دي انت برضو بتتكلم في لعيبه كلها بصه للفريق الاول، بصه للدرجه الاولى، كلها عندها طموح انها تكون متواجده. فلما يحسوا باهتمام من رئيس النادي، من مدير الكوره، كان برضو صراحه يعني كابتن سيد اوقات كتيره جدا كان بيجي بنفسه يتفرج على الماتشات، بيتفرج في ملاعب مدينه نصر بالظبط، كان بيجي وبيتفرج وبيجيب معاه حد من الجهاز الفني عشان برضه ده، ما هو ده التواصل اللي انا بقول لك عليه، عشان اللعيب نفسه ما يحسش ان الدنيا بعيده. ده انا لا في لا اي لا وقت لا خالص، وانا موجود هنا ممكن تلاقيني في بكره في ملعب النادي الاهلي في الجزيره بالظبط، موجود مع الفريق الاول، وهي الفرص بتيجي من هنا بالظبط. فانا يعني دي يعني دي كان حاجه لازم تتقال ولازم تتوضح للناس، عشان الناس برضو تعرف ان منظومه الكوره في النادي كلها حاجه واحده بالظبط كده. طب في اخيرا بقى طمنا، عندنا مواهب فعلا في 99؟ في يا اسامه طبعا في، وبس المشكله ان انت برضو محتاج وقت. يعني انا يعني احنا برضو للاسف الشديد اللعيبه دي من نهايه الموسم اللي فات، الموسم خلص تقريبا في نص 4. اللعبة دي ريحت من نص 4 لحد 1/8، فترة كبيرة في كرة القدم انك تريح 3-4 شهور. واحنا بدأنا 15/9، يعني انت ما تريح حوالي 3 شهور ونص وتشتغل شهر ونص بس. فمحتاجين شوية وقت، محتاجين لان برضو انت ما الشهر ونص ده انت محتاج هتشتغل فني وهتشتغل بدني وهتشتغل ذهني وعايز تعمل مباريات ودية. فانا شايف الوقت كان قليل شوية، هنضطر يعني شويه كده مع عندنا وقت كويس ان احنا بنلعب كل اسبوع، تقدر برضو تشتغل كويس وتزود على الحاجات اللي عندك ان شاء الله. انما مواهب لا، ان شاء الله في مواهب وفي حاجات ان شاء الله باذن الله هتظهر السنه دي باذن الله. طيب هنشوف معانا دلوقتي يا شادي خريطه الاسبوع القادم، نشوف مباريات الناشئين لو معاك دلوقتي، هنستعرضها على الشاشه الخميس القادم 3 اكتوبر، الاهلي ومصر المقصه في ملاعب الناشئين مدينه نصر الساعه 3 عصرا. ده مواليد 2004، مواليد 2001 الجمعة 4 اكتوبر الاهلي واف سي مصر، هتكون مباراة قوية جدا في ايضا في ملاعب الناشئين في مدينة نصر، تقام الساعة 3 عصرا. دي مواليد 2001. مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمد سعد، السبت 5 اكتوبر الجونة والاهلي، هتكون على ملعب الجونة. مواليد 99 بقيادة بقى الكابتن عمرو انور، هتكون يوم الاحد 5 اكتوبر الجونه والاهلي على ملعب الجونه. شرفتنا ونورتنا كابتن عمرو. ربنا يخليك، وانا ببقى مبسوط جدا وانا معاك، وانا عايزك انت بقى المره الجايه ان شاء الله انت اللي تيجي تتفرج على الماتش عندنا ان شاء الله. ان شاء الله. لان برضه خلي بالك يعني دي حاجه من الحاجات اللي انا ان شاء الله انا هعملها، ان انا عايز اللعيبه القدام واللعيبه الكبار يجوا يقعدوا مع اللعيبه ويشوفوهم وينقلهم الخبرات بتاعتهم. فانت ان شاء الله هتبقى واحد من الناس دي باذن الله. ان شاء الله نكون موجودين، وكمان هننقل لكم مباراه هنا على شاشه قناه النادي الاهلي قريب ان شاء الله. ان شاء الله. جاهزوا ننقلها لكم بامر الله. ان شاء الله باذن الله. في النهايه بشكر ضيفي اللي كان مشرفني ومنورني النهارده، المدير الفني الكوف الكابتن عمرو انور، المدير الفني لفريق 99، اللي بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على الف خير، وحلقه جديده مع الاشبال.